كل هدول على الجولة السادسة. شافيز بيني جولة السادسة؟ رح يفوز؟ أكيد أنا بعرفه للبطل وكيف بيلاكم. اثبتها عندها. موفق. شكرا ليلى. ما بدي ابقى بهداك البيت لانه الو، فهمتي علي؟ اماليا، مو بس انت الوحيده ولا رح تكوني اخر وحده بتعيشي هالشي. بفهمك، بعرف انه صعب الحكي عن هالقصص الخاصه فيكي،